لأجل النجاح، لكن أمامه عملاق الكرة العالمية كريستيانو رونالدو. جماهير ليفربول هوشة لما فاز في إسطنبول في لقاء تاريخي على فريق الميلان. الليفر جيمس ميلنر على توني هدف فرقة ليفربول المول ريال مدريد في عالم الذهول. محمد صلاح يوزع رونالدو عجيب، رونالدو الموهبة يعاد رائع لوريس كاريوس، وقناص رائع لوريس كاريوس. كريم في موقف متسلل، هدف ابيض محمد صلاح يريد المرور ومعاه راموس. ايسكو شوف ثلاثة لاعبين في الضغط العالي على ايسكو، لا يمكن المرور. اصابة لمحمد صلاح على مستوى الكتف، وروح رياضية من راموس. يبدو انه لن يقدر على انهاء المباراة. ضربة موجعة قدر الله، ضربة موجعة ليورجن كلوب لجماهير ليفربول. التسويف غدار الفرنسي كريم. اذا الكرة تبدأ الان بإيسكو، خطير للريال مارشيلو، والكرة والكرة بعيدة على كريم، بعيدة الكرة على كريم. يوزع والتسويف الدفاعية، شو هذا؟ الغرام، ما هذا الغرام من كارث بيل؟ الويلزو بهدف عالمي. نرر هذه الصورة، شوف أجمل كرة في المعمورة. شنو هذا؟ الفرقة الملكية في حالة سعادة، فريق زيدان على الخايم، على الخايم اليسارية السنغالية. رونالدو، روبرتسون اسكتلندي، يحرم رونالدو من خامس اهداف. بايل يورجن كلوب، ريال مدريد بكارث بيل ينهي المباراة النهائية بغلطة فردية ثانية للوريس كاريوس. لا نريد أن نكون مكان الحارس الألماني، كيف سيعاني؟ كان مخبي يا زيزو، قلت لك يا زين الدين يا زيدان وأنك لهذا النهائي. هذا هو نهاية المباراة بتتويج ريال مدريد مشاهدينا الكرام باللقب ال13 في مسيرته في تاريخه، وحظ اوفر لليفربول ويورجن كلوب طبعا. امامنا دموع
طبعا من جانب ليفربول والفرحة من جانب فريق الريال بال 16 2017.